أمنت شركة أمنية فرصة لأبو ينال ووقفت بجانبه ليطور نفسه وأعماله ويقدر يعيل عيلته ويخدم مجتمعه. وعشان تحفز أبو ينال على إطلاق إبداعاته الفنية في صناعة التحف الخشبية، قدمت له بعض المعدات ومن بينها جهاز الحاسب الآلي راوتر لتقطيع وتشكيل الخشب. ليتمكن أبو ينال من الحفاظ على مستوى إنتاجية عالي في الصيف والشتاء، ورح يساعده على توسيع أعماله وتحسين مستوى الكفاءة بعمله. بهاي اللفتة الرمزية من أمنية صار بيقدر أبو ينال إنه ينتج أكتر ويزيد دخله، خصوصاً بالشتاء من خلال أخذ عطاءات للنجارين، وبهيك صار لأبو ينال مصدر رزق مستدام بيعتمد عليه ليوفر إله ولعائلته مستوى معيشة أفضل. ارسم بسمة تعالى وتسمى، ساعد ابني الحلم الأسمى، ايد بايد الدنيا تحلى للخير انت مين، كلمة لمسة فعلوا خطوة، امل بيكبر تكمل فكرة، ضوي بخير دروب البكرة للخير.